ملهم الشعراء والأدباء ومكمن ضعف العاشقين هو في تجربة من نوع آخر القلب الذي تنقل من حبيب إلى حبيب ها هو اليوم ينقل من طفل إلى آخر في عملية جراحية تعرف بزراعة القلب عملية استبدال قلب مريض بقلب جديد أكيد بناخده من إنسان الأهل وافقوا وقرروا انه يوهبوا قلبه عمليه زرع القلب عند الاطفال تجرى لاي طفل قلبه في تشوه وهذا التشوه ادى الى وظيفه صارت غير كافيه انه تخليه على قيد الحياه زراعة القلب عملية ليست جديدة عالميا لكن العوائق المادية حالت دون إجرائها في لبنان مرض القلب مرض فتاك أكبر قاتل للأطفال قبل عمر السنة نسبة الأطفال بلبنان وبالعالم كله نسبة هائلة واحد من كل الأطفال اللي بيولدوا بلبنان وبالعالم عندهم تشوه بالقلب هنا في غرفة العمليات في الجامعة الأمريكية في بيروت يبدو الفريق الطبي كأنه خلية نحل بهدف إنجاح العملية وبعد اشهر من اجرائها ومتابعه طبيه دقيقه يبدو الطفل وكانه يعيش حياه شبه طبيعيه زراعة القلب قصة معقدة جدا ما بتنتهي باجراء العملية بغرفة العمليات بدها متابعة بدها متابعة دايما والاطفال بياخدوا ادوية بتضاعف المناعة تحت الجسم ما يرفض القلب بيصير في عدة مشاكل لبعدين وفي جزء كبير منهم يعني مع الوقت ممكن يتوفى او يعوز حتى بعد كذا سنة زراعة للقلب مرة تانية عملية زراعة القلب بشكل عام ليست معقدة ولكنها تزداد صعوبة وتعقيدا لدى الاطفال الذين يعانون من تشوه خلقي في القلب. عملية جراحية زرعت الامل في قلوب الملايين واعادت النبض الى قلوب توقفت عن الخفقان، عسى ان تعمم هذه العملية في كل المستشفيات اللبنانية، سامي جلول، بيروت، الميادين.